الحوايج بزاف الحوايج صعيبه صعيبه باش كنت باغا تاكل الدجاج تصدقنا في الكسكسو ولكن انت الدجاج خديم انت انا ما عنديش مطيبين الكسكسو ديما كنطيب راسي ياه هو ما تيديرو ديما لا ولكن كنطيب راسي ما تيجيش منين اليوم حنا جينا للدار القديمه جينا نقولوا ليها باي باي جينا نودعوها ودوك التكريات كاملين اللي دوزنا ان شاء الله غيبقى في قلوبنا وغيبقى في عقلنا ما عرفتش الصراحه شنو نقول لكم حيت ما عرفت دوزنا فيها بزاف الحاجات زوينين والله سيليا اش ديري باي باي ديري باي 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 لا ميزون ام باي باي ام ميزون ايوا صافي قلنا ليها باي باي بيت النعاس ديالنا المده ديال 3 سنين وحنايا هنا بيت سيليا اللي كان بيت النعاس ديالنا في الاول ولا درنا بيت سيليا يلا هاجي صافي خرجي خرجي ديري باي 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 لا شوم باي باي لا شوم يلا زيدي خرجي مسكينه باي باي لا شوم هنايا الدريسينغ الصالون الصغير اللي كنت انا دايره دريسينغ هنا الدوش اللي سيليا اول مره كان كتحمق على الماء كدوش فالدوش وكنت كندخل هذاك لابيسين ديالها وكانت كتعوم هنا الكوزينه اللي كنا كنطيبوا فيها جميع وكنا كنضحكوا فيها وكنا كنطيبوا فيها شي حوايج زوينين وتحديات وبزاف د الحوايج هذا عادي عادي شنو تقول لهاد الدار هادي شنو تقول لهاد الدار ها هادي ما تيرباش كدب سلامو سلامو صافي غير بسلامه وصافي هذاك انت كتقطر على بنتك غير بسلامه وصافي قول يلا تنقول له عافاك خليني مازال غير شويه عرفتو راه بصح صعيبه ديجا سكننا في دار اخرى من قبل وداكشي ولكن ما عرفتش كيفاش نشرح عليكم حيت هنايا تزادت سيليا وعندنا ذكريات زوين والله زوينين في هاد الدار هادي عندنا ذكريات زوينين اكثر من الخايبين فهمتوني علاش كنهضر يعني الحاجه اللي كتدوزي فيها الخير اكثر اش نقول لكم خانا فرحانه بداري جديده وفرحانه بالبلاصه اللي زعما خدا لينا فيها الدار وكل شيء ولكن هذه عندها واحد الحلاوه في شكل والبلاصه فين كاينه ومهم عندها حلاوتها واخا مؤخرا الصراحه ما بقيتش مرتاحه هنايا ولكن زعما دوزنا فيها الخير الصراحه الله والله العظيم مناسبات بزاف بزاف د الحوايج بزاف د الحوايج صعيبه صعيبه باش تفرق على واحد الحاجه اللي ولفتيها مده ديال 3 سنين ماشي سهله وغي غيحسوا بها غير الناس اللي مجربين تقريبا 4 سنين تقريبا وحنا هنايا و ما عرفتش هي فاش كانت صغيره كانت كتشعبط باش تطلع في هذا الحيط هذا كتحكاش عليا باش ان شاء الله كنت عايز ما كتصورني بس ان شاء الله تشوف هاد الماضي بزاف سيليا تصايب معايا كيكا هنايا في هاد الكوزين هنا كانت جالسه هنايا الفوق وصايبنا انا وياها كيكا وضحكنا بزاف الفيديو اليوم ما عرفتش واش كي ما عرفتش واش نحط هاد الشيء ولا لا ما حيت ما قدرتش ما نشاركش معاكم وبغيت هاد الشيء يبقى بنتي تشوفو من بعد شوف الدار اللي تزادت فيها واللي كبرت فيها واللي دوزت فيها تقريبا عامين ونص من حياتها لان ديك العامين ونص هي اهم مرحله في حياه الطفل كيبدا يدير كل حاجه كيديرها لاول مره فهمتوني كيتعلم يمشي كيتعلم يحبو كيتعلم يهضر كيتعلم يقول بابا ماما كيتعلم ياكل كيتعلم يقول شي حويجات يدير شي حويجات يعني راه مرحله مهمه في حياه الطفل الصغير
تتخيلوا هذه البلاصه اول مره سيدي شجنا ليها مرونات، هذوك المرونات ديال الشمع خمجات هذه البلاصه هذه. اي وشنو نقول لكم، خمجات هنايا يعني شي حوايج اللي كيبقاو في الدماغ ديال الانسان كي تعود وشوف شنو دارت. اش نقول لكم، هادو اللي كيموصل ديالي كنديرهم في البيبان هادي وهادي، وحتى الباب ديال الدوش حتى هو كندير في واحد الميني مرصة. لي سوي قالتلك لي سوي زعما لي جوي، يلا بلاتي نشوفو شنو عطاوك، واش عطاوك شي جوي ولا والو. كاينة جوي بلاتي، هاهي هي بلاتي. شوفو راسها دازت خدات من مايك درايف، حيت مايك درايف حيت تيسربي وعاد وعاد دخلنا السميت وعاد دخلنا الماكدو باش ناكلوها. قول المغاربة وهاد سيدي سيدي عاد فايقه منا انسى. نشارك معكم داكشي اللي خدا لي عادل زعما راه اليوم دابا اليوم في الصباح تقلقت منه، مع قال واحد الكلمه وتقلقت وصافي قال لي عرفتي شنو غديري دابا، شنو الحاجه اللي غتفرحك دابا. كتشوفوا نتوما الماطله راه محطوطه غير في الارض، مازال ما درتش الناموسيه حيت باقي لي البابي با هنا عاد يوصلني. ندقزت لكم موضوع واحد اخر. الصباح قال لي شنو الحاجه اللي غتفرحك، قلت له ما عرفتش نمشي هي نشري شي حاجه جديده. قال لي بحالاش، قلت له غنخرجوا ونشوفوا اي حاجه عجبتنا غنشريوها. المهم اول حاجه بدينا بها اليوم هو خدا هاد الكوفر اللي هذا السيليا غنشاركو معكم فيه ميني ماوس وميكي ماوس، حيت حنا في البيت ديال سيليا دايرين ميني ماوس وحتى ميكي ماوس معاها ما فرقناهمش. ماما كتشوف فيا في التليفون الاخر وبقات كدير فيا. غنشاركو معكم زوين زوين الصراحه، فيه الغص يعني بنوتي من هنايا الفوق، شوفوا الفوق كيفاش داير، فيه هنايا الغوز وميني ماوس بنوته ولتحت فيه ميكي ماوس. قالت لي ماما زوينه ولتحت فيه ميكي ماوس بحال هكا يعني مجموعين، الفوق ميني ماوس ولتحت ميني ميكي ماوس فيه بجوج. قالت لي قالت لي سيليا ماما ميكي ماوس هاتي ديتو يو زعما دير هابي بيرث داي تو يو، حيت هنايا كاين القط والشمع هاتي ديتو يو. ايوا صافي هادشي اللي كاين. هذا الكوفر لي ديال سيليا بيان سور بالخديه ديالو، هي الخديه ديالو هادي اللي درت هادي. اه مخده وحده مبارك عليها. قلت لي مبارك عليها. المهم هذا الكوفر لي ديال سيليا ديال البيت ديالها الجديد ان شاء الله، اللي مازال ما وصلش حنا وجدنا ليه الكوفر اللي هو الاول. غنشارك معكم الحاجه اللي خديت انا اللي عجبتني هاد المنطه هادي. انا من داك النوع اللي ما تنحمش المنطات اللي كيكونوا مضبلين، تيعجبوني هكا المنطات خفيف باش كيجيوني حتى في لا ماشين الافي كيتغسلوا. هذوك اللي كيكونوا مضبلين غير كتصبروا المره الاولى كتولي ها داك المضبلين خايبين، كيوليو بحال شي حريودين بحال شي حريودين زعما كيوليو كلهم مخاصرين. شوفوا هذا الشكل هذا غزاره، شوفوا ماما كي جاتك هذه زوينه فن حتى اللوين الله يعطيك الصحة. اللون ديالها زوين غزال اللوين، اللوين غزال التسواق ديالها. انا هادي جبتها عجبتني واخا ما عندهاش المخدات وداكشي، بغيت نديرها لناموسية عجبني اللون ديالها. ياش المخدات ديري غير واحد اللون ديالها صافي راه غيجي. اصلا دافع المعلم المخدات فيهم الاحمر باش نديرهم معاها. ايوا صافي غايجيو معاها. ايوا هادي المنطة ديالي انا اللي خديت انا الناموسية باش حسيت زعما براسي فرحانة وتصالحت انا وعادي. وصافي من بعد مشينا جبنا لسيليا لي كوش، الناس اللي كيستعملوا بعدا لوليداتهم بومبيرس راه ما كاينش والو، اسواق السلام كارفور مارجان والو ما كاينش بومبيرس. رجعنا تاني خدينا ليها هاد الكران هذا اللي كنا حيدنا ليها في الاول، ولي رجعنا خدينا عليها. صافي خدينا الماما نشربو اختي، خدينا جوج بيض ديال الماما نشربو، خدينا الفرماج بحال ديما والحليب ديال سيليا. الصحة والراحة الله يعطيك الصحة. وخدينا لي سيور لي ولات كدير 115
درهم الأسرة. الزيت الزيت الرومية داروا لها القرون. هادي والله الا ولينا كنطيبو بزيت العود وحق الله، وتخيلي ب 2300 ريال 5 لتر. يلا بالسلامه. والله الا ربي السلامه. وغنشارك معكم هذه بصلاتني من جوميه. الصراحه ضمنها عادل، في الاول ما كنتش باغاها ولكن عجباتني فاش وراني التصاور داكشي عجباتني. كنقلب على شي مقص ما لقيتوش، غنقضيو بالستيلو. الستيلو ستيلو قاد الغرض. تيبان لك الديور لي من ليه. شعلي الضو ديال الزنقة وعاد الله يعطيك الصحة. تجي الله يعطيك الصحة تجي إن شاء الله ونفرحو كاملين. داكشي اللي كاين إن شاء الله يا ربي. المهم هادي غنوريها لكم في التصويرة حيت كلها مفصلة، خصها عاد تصايب إن شاء الله حتى يصوبها عادي. ولا نجلس نصاوبها هكايا ونعطيها وقت. دايره بحال هكا، هادي كدار البلاصه اللي فيها الديجانكتور ديال الضو، داك الديجانكتور اللي كيكون فيه السوات ديال الضو، كتحيدي ليه الغلاقه وكديري هادي في بلاصتها، كتجي مزوقه بحال هكا بحال التصويره. شوفي ماما زوينه. وفي نفس الوقت فيها البلاصه فين كيتعلقوا السوارت، في هادوك العليلقات هكا فين كتعلقي السوارت وفيها لا توغيفيل. زوينه زوينه غادي ان شاء الله هي كلها مفصله حتى نصايبها ونشاركها معكم ان شاء الله يا ربي مركبه ونوريها لكم. صافي هادشي اللي كاين. وخديت العادل، خديت العادل واخا انا اللي مقلقه منه، خديت ليه واحد الكادو زوين، خديت ليه كيطما ديال الدار. خديت ليه كيط ويه، خديت ليه كيطما ديال الدار زوينه بلاتي لاصق فيها السروال. شوفي ماما كي جاتك زوينه زوينه. هذا الفوقاني ديالها وهذا السروال، هانتوما البيجامه ديال الدار حيت دابا البرد قلت ليها انت باش تسخن حتى هو زوين تحل في البرد. خلاها كبور قال لها العزيز على امي متو عمرو ما يتخص. ايوا هادشي اللي كاين. خليكم معنا باش نكملوا لا فيديو ديالنا اليوم. ما عرفتش كيفاش نطلع هاد لا فيديو نقدر نصور لكم في الصباح حيت دابا مدق دقيل. ومشينا تغدينا في ماشي تغدينا، هي الصراحه راه بالليل مشينا لماكدو عرضت عليهم. زعما تخيلوا انا اللي مقلقه وانا اللي صدقت عرض عليهم هو وبنته وانا اللي شاريه ليه الكيطمه. يا ودي الصبر مفتاح الفرج وصافي. يلا خليكم مع لا فيديو. ياك قالت لي ماما انت اللي دايره الدار. وييه زعما درت ليهم سميتها العباسيه. يلا تهلاو فراسك.